مكتوب، رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك، بل قبل أن تكون في بطن أمك. إن الله يقول النبي في صحيحين، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أذكركم يا إخوة بالتوكل على الله، سلموا قلوبكم لله، توكلوا على الله، اعلموا أن الأمر كله لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. بل القرآن العظيم دلنا على أن الإنسان إذا أراد أن يتحصل على الدنيا فإنه لا يتحصل عليها بمثل ذكر الله. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.